بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. كنا في الحلقة السابقة قد تكلمنا بعض الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله تعالى: إلى صراط مستقيم، الآية التي بعدها. والآن نتكلم على ما يؤخذ من هاتين الآيتين من أحكام حسب ما يظهر لنا. أولاً، يؤخذ من الآيتين الكريمتين تحذير المؤمنين من طاعة اليهود والنصارى خصوصاً لقوله: إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى. وكذلك تحذير من طاعة الكفار عموما، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فيجب على المؤمنين الحذر من أعدائهم أهل الكتاب والوثنيين والدهريين ومن كل كافر، لأن الكفار لا يريدون خيراً بالمسلمين، كما قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فلا يجوز للمسلمين أن يحسنوا الظن بالكفار، لأنهم أعداء لدينهم. يقول الشاعر: وكل عداوة ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فمهما أظهروا لنا من التملق ومن التقرب، فإنما يقصدون بذلك أن يصطادونا في شباكهم. فالواجب على المسلمين خصوصا في هذا الزمان أن يحذروا من أعداء الله ورسوله، لأنهم لا يريدون لهم الخير. لا يألونكم خبالا، هذا شأنهم وهذه طويتهم. فلا ننخدع بأقوالهم وتملقاتهم ودعواهم التقارب والمحاورة، كل هذا خداع ومكر. فالواجب على المسلمين أن يكونوا على حذر من هؤلاء الكفار، خصوصا اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى عندهم عقدة الحسد للمسلمين والاستكبار على المسلمين، فهم يريدون لهم دائما وأبدا، يريدون لهم الخسارة ولا يريدون لهم الخير. ثانيا، يؤخذ من هاتين الآيتين بيان عاقبة طاعة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار،
وأن عاقبة ذلك الردة عن دين الإسلام، وهذا هو ما يريدون منا، كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم يريدون لنا الردة عن دين الإسلام، هذا مرادهم دائما وأبدا. وهنا يقول سبحانه: يردوكم على أعقابكم، يردوكم عن دينكم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه هي النتيجة من طاعة اليهود والنصارى. فعلى المسلمين أن يحذروا من مكائدهم ومن دسائسهم ومن خداعهم ومكرهم. ثالثا، يؤخذ من هاتين الآيتين بيان عقوبة الردة عن دين الإسلام، وهي الخسران المبين وبطلان الأعمال، كما قال تعالى: فتنقلبوا، أي ترجعوا خاسرين، خاسرين في الدنيا والآخرة. في الآية الأخرى يقول جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثمرة الردة عن دين الإسلام، وعقوبة المرتد أشد من عقوبة الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق وتركه عن معرفة بعدما عرفه، فهو أشد عقوبة من الكافر الأصلي. رابعا، يؤخذ من الآيتين الكريمتين أنه لا يليق بالعرب خصوصا الارتداد عن دين الإسلام بعد أن أكرمهم الله بنزول القرآن بلغتهم وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ولهذا قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فنزول القرآن بلغة العرب وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم شرف، أي شرف لهم، فلا يتنازلون عن هذا الشرف العظيم. وهذا ما يريده الكفار، يريدون أن يسلبوا من العرب هذه المنقبة العظيمة التي خصهم الله بها من بين العالم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا ما يريدونه، يريدون منا أن نكون معهم في الكفر سواء. فالواجب على المسلمين الحذر من دسائس أعدائهم مهما تملقوا ومهما تزينوا للمسلمين، فهم لا يريدون لهم إلا الشر والبوار. ويقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على هذا الرسول وعلى أمته بهذا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.